الطب النبوي حقائق ومفاهيم. الأحاديث التي وردت أحاديث عامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. طبعا ما قرأنا هذا الحديث، لكن هذا حديث في البخاري أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ما فصل لنا أصلا موضوع كيف تأخذ حبة السوداء، وش الجرعة، وش الطريقة المثلى. هل يقصد به أنها شفاء من كل الأمراض أم من الأمراض معينة أو من أمراض معينة تصلح للعلاج بها؟ الآن هذا المفهوم، يعني الحديث هذا، العلماء فهموه على وجهين. الوجه الأول العموم، الوجه الثاني الخصوص. يعني هذا عموم يقصد به الخصوص، يعني أنه الأمراض التي تصلح لعلاجها الحبة السوداء. ابن حجر رحمه الله جمع بين القولين على أن الحبة السوداء الشفاء من كل داء على العموم، لكن باستخداماتها المختلفة ومفردة ومركبة. يعني ممكن تستخدم بمفردها، ممكن تستخدم مع غيرها، وأيضا استخدامات مختلفة. لكن أيضا باستخدامات مختلفة، وشي مثلا الأكل، الشرب، الضماد، السعوط اللي هو تقطير في الأنف، الاستنشاق إلى آخره. ابن حجر رحمه الله يقول بهذه الصورة، يعني ما يؤخذ النص على العموم. أيوه، والشفاء من كل داء إلا السام.